مرحبا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. غنمشي في واحد الرحله انا وواحد الدراري الاصدقاء، الدراري ولاد الحيته، فهمتيني؟ ولاد الحيته، ولاد هذه المنطقه الخطيره. غنمشيو ان شاء الله للغابه، ولكن ما غنمشيوش لاي غابه، غندخلوا من واحد البلاصه واحد اخرى للغابه، واحد البلاصه جو عنده اكثر خطوره. وغنديو 3 كيلو ديال الحوت الاصدقاء، وغنديروا شويه ديال الحوت في الغابه، غتكون انترناسيونال. 3 كيلو هادشي اللي قالوا لي الاصدقاء. ما عرفتش شنو خاصني. ما فطرتش، ولكن الوعد وعدت الدراري، قلت لهم غنمشي معاكم، عندي الوعد فهمتيني، واخا مازال بلا فطور. مع الصديق ديالنا جلال. وبغى يدير لكم ديك اللعيبه ديال اللايك، دير لهم لايك اخي. ندير لكم لايك. راه جاب 2 كيلو ديال الحوت، حنا دابا غادي في الطريق ديالنا الى الغابه. كنا دايرين مع واحد الدري، كنا حنا 3، ولكن داك الولد فهمتيني ولا لا؟ في اخر لحظه اخي، دير لينا اخي في اخر لحظه هذا الولد. هذا ايوا دير لينا الفلاكه، دير لينا الفلاكه واحد الولد، والله الا دير لينا الفلاكه فهمتيني. سميتو حمزه، بقى تيقول لينا رانا هي واعر فهمتيني، وانا ورانا تندخل الكهوف، ورانا تنتريبي، وانا يحيد، وانا رانا الطياره. نهار جينا خارجين الغابه قال لينا القضيه ما مسلكانيش. كاين عندكم مدرب؟ كاين مدرب. وهادشي فابور؟ فابور. وكاين في قريه ولاد موسى؟ في قريه ولاد موسى، والجزائر كاملين ديال قريه ولاد موسى تقريبا. كاينه ايكيب، مثلا ايكيب مثلا لايسنس المعياريه السنويه من القريه. صافي، المره الجايه غتديني اخي نلعب معاكم الكريكيت. ضروري الكريكيت. صافي، حنا داخلين اصدقاء الى الغابه. كاين شي دراري باسلين تما يا اخي عندكم في الكريكيت؟ لا والو، كلشي جونتي. زيرو بزاف. كاينين الفتيات؟ كاينين الفتيات بزاف. صافي، كاينين حتى الفتيات. والله الا صحابي كتعوموا في لابيسين. لا بيسين اخويا، ضروري خاص تخلص واحد الثمن رمزي 50 درهم العومه. لا 50 درهم لا كتبقى تعوم تما شهر. لا النهار. النهار كتعطي 50 درهم تما، وهي هذيك العومه وصافي. قول لي 50 درهم العومه. ناري مقنين الاصدقاء، ها هو مقنين وسمين تبارك الله، راه هو عنده الحموريه والله حتى مقنين اخي جلال. سبحان الله، وقف قدامنا في الطريق انا وجلال، ما بغيناش نزيدو، بغينا نشوفوا هذا المنظر العجيب. سبحان الله، مقنين ها هو مازال واقف، الله يتا مازال واقف، بغينا نشدوه. صافي هو بدا تيمشي اصلا، دابا هو غادي قدامنا في الطريق، ما بغاش يمشي ولا شي حاجه، واقف و تيصفر. ها هو مازال، ها هو مشى. اما مورا باقي في الله يتا المقنين الاصدقاء. صباح زين اخي جلال، الله يسلمك. دخل زوين، يلا دخلنا. صافي حنا دابا داخلين الاعماق، هاد البلايصه هادي كتبان لي معتبره. باش غنشويو 2 كيلو ديال الحوت خصنا هادشي كامل. الحمد لله جينا حداه. فين البريك اخي جلال؟ البريكه ديال القبيله. فين البريك اخي جلال؟ والله يا اصدقاء على حسابني مشات البريكه هاي، عطاها لي فهمتيني، ما عرفتوش طاحت ليا ولا شنو، ولكن هاي كون دابا ما لقيناش غنكونوا مضطرين نمشيو. لقينا التقنيه هنا كدير العواد بحال ما هو، درنا لهم بحال ما هو يتشعل. خصنا نديرو ليه بحال القبه، حنا ما بغيناش نجيبو الفاخر فهمتيني، بغينا نديرو داكشي ديال الغابه. هادي خصنا نجيبو هاد الكون، هادي حتى هي كاين دي فازقة، خص وحده ناشفة. حوش كيدير العطش، دونك غنحتاجو الماء. صافي اخي جلال، الله يجعل البركة. صافي، اللي خصكم تعرفوا بلي هاد الحوت هذا اللي غنشويو ما كيحتاج لا غسيل لا والو، الحوت راه بالراس ديالو بكلشي، كيف خرج من البحر، كيف غنحطوه هنايا، كيف غنديرو فيه ملحة، كيف غنقصيو. ها الملحة، ها 2 كيلو ديال الحوت. يا سلام، ما جبناش طبصيل فاش نديرو في الصلاده، راه غنديرو الصلاده غير في الخبز. غنديرو البصيله هنايا، من بعد باش غادي نجيبو الحوته غنحطوها هنايا وغنبداو ناكلوها مع الصلاده.
هاد البلاصة اللي جينا ليها ماشي بحال البلاصة الأخرى. البلاصة الأخرى بحال نقولو مفتوحة بزاف، هادي بحال نقولو عامرة بالشجر بزاف. يلا خي جلال جيب لنا خويا داك الحويشات الله يرحم ليها الوالدين. أه. ورانا شوية هي معلقة في الشجرة. غليظ أخي حمزة هاد الحوش. هذاك هو الحوش ديال الشوية تيخص يكون غليظ. ملح أخي جلال. نديرو عاوتاني من الجهة الأخرى. علاش؟ لأن الملحة كطيب الجلدة باش أنت كتقدر تحيد الجلدة. أنا نوريكم. كطيب حوتة ونوريكم القالب ديالها. ها هي الشوية الأولى أصدقاء. فهمتيني؟ ما نعاود ليكمش. صافي. تنسمع تنسمع شي حاجة تنسمع. تنسمع الحوت كيغوت. أنا ما يكونوش بحال هذوك اللي بحال هذوك اللي قتلوا هذوك الساحات. كيفاش؟ أنا يكونوا لزام ديال أخي حمزة. كيفاش لزام ديال؟ هذوك اللي قتلوا ذوك السائحات. اللي قتلوا السائحات يكونوا فين هنايا؟ يكونوا اي ناس ما بحالهم مش يكونوا ناس بحال هكا. ايوا هو حنايا وصافي. حتى هو. كاين حنايا اخي ديالي. ايوا شتي. حنا اللي قتلنا السائحتين. غايجيو يشدونا اخي جلال. ايوا شتي اخي جلال بغي شي نصداع. لا لا. عرفت نعزل بعد. لا معلم اخي ديالي معلم. العسل العسل تيخرج. كنتي كتبيع الميكا فين؟ انا لا ما دوزتهاش. خدمت في الصباغه. تا انا خدمت خدمت في الحوت في العيون. تا انا خدمت في دواز دوز بزاف اخي. يلا قول لنا شي مهنه واحده اخرى غتلقى لنا. البني تا انا خدمت خدمت في طنجه. تا انا زيد شي واحده اخرى. بعت وشريت في السيديات. ما دوزيش هذي. لا بعت وشريت السيديات. انا كنت كنشري السيديات. لا انا بعتهم اخي حمزه. طاب غتحاول لكم خضار ولا شي حاجه. هو تيخصو يتكال بحال ما هكا. غادي تحوت جديد هكا اخي حمزه. تيتكال بالمصار هادي ديالي ديالك. هاي هادو هما ولاد الغابه. سلام يا سلام. هادو هما ولاد عضويه اللحوم هادو. ناكلو المصار انا اخي جلال. لا ويلي فهمتيني تنقيو الاصدقاء الحوته من فوق باش يبقى لنا هذا اللب ديالها. يا سلام. وهاد الحوته هذا راه حامل فين عند الولاد ديالو. هذاك الولاد تقدر تاكلهم حتى هما ولكن حنا ما ناكلهمش. وراه واحد اخر راه والله ما كرهنا الاصدقاء تجيو عندنا تقصيو هاد البركه هادي قسما بالله. شحال داك ليكرون ديالك ودخل عندنا نعطيوك شي حوته. ولكن مازال اختراع ما اخترعوش. شتي الغلاف ديال الحوت كيمشي بحال شي حنش باش كي تيبدل الجلد ديالو تيرمي الجلد ديالو. ها انت تحيد الجلده وكتبقى غير داك اللحمه اللي لداخل. هادي احسن وجبه ديال السمك. نقد شويه ثاني عاد باش نصلي. شويه ثاني عاد شي خجل اللي يصلي. صلي الظهر. دابا هو عارف الظهر فوقاش كتصلي. عارفه عارف الوقت ما كيحتاج ليه مدل حتى حاجه. ضروري. القبله هاكا قاعد يزين القبله. دابا القبله كاينه فين حنا كنصلي؟ كنصليو الجهه ديال الكعبه. الكعبه السعوديه فين جات؟ جات في الغرب. هاك ودار الغرب اخي. راه الشمس راه هي غادا زاج. لا هذا راه هذا راه الشرق. منين كتشرق الشمس اخي جلال؟ ها منين كتشرق؟ راه من هنايا كتشرق من هنايا وغادا للبحر. غادا لجهة ميريكان. لا صاحبي شنو راه كتشرق من الشرق. علاش سميتها كتشرق؟ وفين هو الشرق؟ ها الشرق صافي اخي عاود راسك. وكتغرب من دابا الشمس غادا لهاد الجهة اخي جلال. غاد فين؟ غادا لهاد الشمس. غادا لهاد الجهة. ونوض كاع عاد غادا للبحر اصاحبي. واش انت حمق؟ فين هو البحر؟ راه هو مالك فين هو؟ البحر راه حمزة اصاحبي مالك حمق. حنا منين جينا؟ واه مكناس طريق مكناس. حنا راه جينا من لهنا. ما فهمت حتى لعبة اخي جلال. انت راك تعرف اصاحبي. صافي اخي ضربت هاد الحوايج هادو وانا نتوضا. المهم ندبر راسك اخي انت والقبلة. زهر الله. اخي جلال مشي يصلي. الله يتقبل اخي جلال. امين اخي حمزة الله يحفظك. لحقاش من المهم انك لبغيتي تشعل العافيه على ودي الشويه الثانيه والثالثه خصنا شي حاجه اللي تكون ناشفه بحال هادي. لحقاش الشويه طفات بقى فيها والو. تنعتقد راه تشوات.
بسم الله، مازال فينا الجوع، مازال ما درنا والو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحوت كيبيض ولا كيولد اخي جلال؟ كيبيض ولا كيولد؟ اوكي بيض اخي، بطبيعه الحال كيبيض. خفاش كيولد؟ سام واحد يتصيد فادي. علاش لحقاش الحيوانات اللي تيبيضوا ما كيكونوش عندهم ودنين بحال هكا؟ يعني اللي عنده الودنين تيولد. حنا مثلا البشر علاش ما كنبيضوش؟ لحقاش عندنا ودنين. الخفاش كيولد، علاش كيولد لحقاش عندنا ودنين؟ هذه ما كانش في بالي. ويلي والله ما كانش في بالي بالله. اللي ما عندوش الودنين تيبيض ما عدا واحد اخي جلال عندو الودنين و تيبيض. ما عندوش الودنين و تيولد، شكون هو؟ ما عندوش الودنين و تيولد. هو حيوان بحري. شكون هو؟ كلب البحر. لا كلب البحر كيبيض اخي ديالي. لا لا تيولد اخي. كيبيض اخي جلال، الله يهديك. كيبيض اخي جلال. قدو قداش هكاك و تيبيض. الدولفين، الدولفين اخي. الدولفين تيولد دولفين. يا بسم الله، والله الا لا احسن خرجه قسما بالله من بين الخرجات الرائعه مع الاخ جلال. باغي نلقى في حمزه الله يهلا. حوش طبيعي داكشي، ما كاين لا طاجين لا سيدي سكري، داكشي هو والملح فهمتي. الاخ جلال سالات ليه الحفله قال لك ما بقاش باغي يقص. شبعت اخي، الله يجعل شي بركه اخي. وي ار دان، سالينا الحفله الاصدقاء فهمتيني ولا لا؟ ما كرهناش شي برده تيبتي ميجا اخي جلال. حبيت كنت باغي نقول لك البارح بالله. شي برده تيبتي ميجا. صافي حنا تنجمعوا لي ماتاريال وغنمشي هكا اخي جلال. واحد التحدي دير هاد الليمون بحال هكا. تحدي سهلة. شي قلت ليها سهلة؟ سهلة سهلة سهلة. جلال المعلم من اول مره تديرها كيجي له مولف. قلت نديرها بالحمص شتي. انا ما مولفش انا. الحمد لله ما شافنيش جلال الاصدقاء. ما هي ماشي فهمتيني. كانت رحلة ممتازة اخي جلال، تنشكرك جزيلة جزيلة الشكر اخي جلال. كاين تا مشكل بالصحة والراحة اخي. دابا خونا عندك اخويا الحق انك تطلب فوق 3500 لايك، شحال تطلب؟ اي 3000 اخي حمزة. بغيتي غير 3000؟ 3000 لايك. هاي راسي بارك اخونا. راه طلب اكثر وسيم اصاحبي، قلت لي 2500. هو يطلب 4000. وين والله يتعطاو 4000 في 24 ساعة. 4000 في 24 ساعة. ما كملش اللي توصلت 4000، حتى بغات لها مشات 3000 اصاحبي. واش غدير؟ صافي بغا 3000 خونا. واش غدير اخي حمزة؟ 5000 لايك. صافي. دابا زعمتي اخي. زعمت لا، دابا حيت قلتي وسيم طلب 4000، صافي 5000 لايك اخويا. ايوا طلب في الاول 3000 ودابا 5000. عطيو 5000 بالرجوله، راه مرضي والدينا الاخ هذا. صافي يلا اخ جلال غيمشي في حالاته وانا غنشد الطريقه باش نمشي.